روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق أنفق عليك. وفي رواية: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وعند مسلم: الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لي الله أنفق أنفق عليك. قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنفق أنفق عليك هذا حديث قدسي. أنفق فعل أمر، أنفق عليك فعل مضارع مجزوم بالأمر. أنفق من ماذا؟ من كل شيء، مما قل أو كثر، رغبته النفس أو لم ترغبه. الجواب: أنفق عليك. وفي هذا تبشير للعباد بأن الخلف من الله آت لهم. ولذلك لما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث قال الله أنفق أنفق عليك، قال يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يد الله، إذا أنفقت أنفق الله عليك. ما الذي بعدها؟ يد الله. وفي رواية: يمين الله، يد الله ملأى. وضبطها ابن نمير في رواية لمسلم وإن كان قد غلط: يمين الله ملآن، وضبطت ملان، يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة. وفي رواية: لا يغيضها شيء. سحاء، وهو الشيء المتصبب المتدفق المستمر، وضبطت سحا على المصدر، سحاء الليل والنهار، منصوبان على الظرفية أي في الليل وفي النهار، سحاء الليل والنهار. أرأيتم؟ استفهام تقريري، يعني أخبروني، أرأيتم ما أنفق، أي الذي أنفق، ما موصولية، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض، يعني لم ينقص ما في يده. وفي رواية: في يمينه، وبيده الأخرى القبض الذي هو الموت. لما؟ لأن المرد إلى الله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فهذا المال إنما هو مال الله بيدك. سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وبيده الأخرى القبض. وفي رواية: ضبطت وبيده الأخرى الفيض، يعني الفيض العطاء المستمر. ويمكن أن تضبط على الرواية الأخرى القبض من فاضت روح فلان، أي أماته الله عز وجل. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. قال بعض العلماء: انظروا إلى
الترقي كيف؟ لما قال صلى الله عليه وآله وسلم يد الله ملأى، ربما يتوهم أنه يحصل نقصان، فماذا قال بعدها؟ يد الله ملأى لا تغيضها، لا يكون هناك نقص، لا تغيضها نفقة، بل في الرواية الأخرى أعم، لا يغيضها شيء. ثم ترقى فبين أن هذا العطاء متدفق وقرن بالليل وبالنهار فمستمر مع هذا الإعطاء، فإنه لا ينقص شيء سحاء الليل والنهار. ومع طول هذه المدة أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. فدل هذا على أن الإنسان يحرص على أن ينفق ما استطاع ولو بما قل. أما كون بعض الناس يصيبه الهلع والخوف، بل ربما أفضى ببعضهم إلى أن يبيع دينه، ليس من أجل، وهذا مذموم أصلا، ليس من أجل أنه يوفر الأشياء الضرورية، بل للأسف الشديد نسأل الله السلامة والعافية يبيع دينه من أجل أن يتحصل على أموال ليشبع غرائزه الكمالية، نسأل الله السلامة والعافية. وأعظم من ذلك أن بعضا من الناس نسأل الله السلامة والعافية قد يبخل على أهله وعلى أسرته بما أوجبه الله عز وجل عليه من النفقة الواجبة. ولذلك عبد الله لتوقن بأن الرزق بيد الجبار، جبر الرحمة، جبر القوة، جبر العلو، جبار في علوه، جبار في قوته، جبار في رحمته عز وجل.